أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول لي: أقارب منهم الأطرم والأبكم والأبلة، هل هم في التكاليف مثل العاديين؟ التكاليف على قدر الإدراك، على قدر الإدراك العقلي. الذي ليس عنده عقل ليس عليه تكاليف. رفع القلم عن 3: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. هؤلاء ليس عليهم تكاليف. إذا كان ليس عندهم عقول أصلا ليس عليهم تكاليف بالكلية. إن كان عندهم بعض الإدراك أو يصحون في بعض الأحيان فإنهم يقومون بالواجبات في حالة زوال عذرهم. نعم.